كنصحكم مليون في المية بهذا الماسك هذا. وتيقوني انا النوع اللي لا درت الحاجة وجربتها وما عجبتنيش راه غنقولها لكم ولو نكون في الفيديو، والنتيجة ديالو حتى هي، والنتيجة ديالو حتى هي. يلا يلا. بالنسبة لهذا الماسك هذا، اول حاجة غتحتاجوها هي الحامض، والمستحسن انكم تخدموا بهذا الحامض الصغير هذا لان كتكون الفعاليه ديالو حسن والمفعول ديالو حسن بالمقارنه مع داك اللي كيكون طاب، يعني داك الصفر اللي بالحجم الاكبر. ثاني حاجه غادي نحتاجوها غتكون هي بيضه تو سامبلومون، باش غادي نستعملوا غير البيض ديالها. بيان سور غادي نحتاجو باش نعصروا تو سامبلومون الحامض ديالنا. واخر حاجه غنحتاجوها بوغ لو كوتي رافريشيسون هي الخيار. الوغ الا ركزنا بالنسبه للحامض تعطينا التفتيح ديال البشره بواحد الدرجه اللي هي زوينه. الناس اللي عندهم بشره حساسه بزاف خصهم يجربوا، واش ما عندهمش مشكله مع الحامض عادي يجربوا بحال هاد لي ماسك اللي كيكون فيهم الحامض. اللي البشره ديالو عاديه يفو سافوغ كو الحامض كيزيد من غير داك لو كوتي ديال الانتعاش، لاننا حنا في مرحله ديال الصيف، كيعطي داك التفتيح اللي كي اوتوماتيكمون تيحسسنا بان البشره ولات مداويه ولات بلوس سان اون فادير. بالنسبه للخيار سي سورتو 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 داك لو كوتي اونتي اوكسيدون ديالو، لانه فعلا تيخلص البشره ديالنا من السموم اللي فيها، من غير الهضره على الكوتي ديال الانتعاش اللي فعلا تيبقى تيخلي هذا الماسك ماسك صيفي بامتياز. الوغ بالنسبه للبيض، البيض البيض ديالو تيساهم في انه يحيد لينا واحد النسبه ديال 30% من الرؤوس السوداء اللي كاينه في البشره الدهنيه. وثاني حاجه كيساهم في الامتصاص ديال داك الزائد ديال السيبوم لواحد المده اللي غتنفعنا اكثر من 5 ايام، يعني غيبقى معنا هذا الماسك الفعاليه ديالو تقريبا واحد السيمانه، بشرط اننا نكونوا كنغسلوا وجهنا بواحد الشكل اللي هو مزيان. الوغ غنخليكم مع الطريقه باش نشوفوا ديريكتومون، سي سوبر سامبل، تيوجد في مده قليله، وفعلا النتيجه ديالو مع التناقح ديال هاد العناصر كامله كتجي اكثر من رائعه. خليكم معايا غنجربوا اونصومبل. بغيت غير نقول لكم واحد الريحه طالعه منه وانتم كطحنوا فيه. الوغ باش نوصفها لكم كيفاش غادي ندير، متعه وانتم كتصيبوا في هذا الماسك. الاولى نوصف لكم الاحساس بحال ملي كتكونوا مثلا في الصيف والدنيا مطنطنه والشمس الشمس الشمس من ديك الشميشه ديال ثلاثه العشيه، وكتحطوا رجلكم في الرمله وكتبداو وشويه تدخلوا للبحر، اول احساس بالموجه الاولى اللي بارده، ملي كتجي تحس اول موجه بارده يا سلام. سوف كو هذاك اليود وهذا الخيار. اللي بغيت نقول لكم اللي ما عندهاش ميكسور بلونجون هو تيخدم هذا الشيء مزيان، اللي ما عندهاش ميكسور بلونجون تقدر تعوضه بالحكاكه ديال الخيزو والخيار. الحكاكه ديال الخيزو والخيار تنفعنا بشرط انكم ما تخدموش بديك اللي عينيها كبار اللي كتخرجهم على شكل طريفات صغار، لا غتخدموا بديك اللي كتغدويهم حتى كيوليو فحال الماء، دونك سكي في كيولي لا تيكستور ديالو تتولي زوينه، وتنقدروا نابليكي ونستافدوا منه في الوجه ديالنا بطريقه احسن. ثاني حاجه اللي غتخدم بالميكسور بلونجون، اول حاجه تبدا بها هي الخيار والحامض. علاش؟ لحقاش الا بدينا بالبيض، البيض ملي غنطلعوا البيض ديال البيض غادي يولي صعيب اننا نهزوه من هاد من لي باغو ديال هذا، غادي يلصق عليهم وماشي براتيك بزاف. دونك جو بريفير تبدا بهذا تحطهم في ان ريسيبيون كيف ما درت انا دابا فوالا، وعاد ابخي غادي نطلعوا البيض ديال البيض في نفس الاناء. البيض ديال البيض غطربوه بفورشيط، بالنسبه اللي عندها ما عندهاش باش تطرب البيض الباتور ولا شي حاجه اخرى، فرشيطه فيت في تزربي عليه حتى كيطلع في البيض ديالو. يلا نشوفوا الماسك. الوغ كنبداو نشدو الفوقاني ديالو غير هاد يعني الا بقى لتحت ليكم البيض كتهزو غير ديك لاموس هي اللي كتهزو. هانتوما تحت لا شفتو راه كيبان ليكم البيض، كتاخدو غير لاموس بوحديتها فوالا، نخلطو دوسمو منطيحوش هاديك لاموس باش كيتجانس لينا داك العناصر كاملة كيفما كتشوفو فوالا. دونك هادي هي لا تيكستور ديالو كيفما كتشوفو هانتوما. الوغ اول حاجه غادي نبدا بها هي نجمع شعري، جو بريبار ما بو، شنو غادي تغسلوها واللي عنده موارد التونر اللي توجدت لكم باش شويه كتفتحوا المسام باش تستافدوا بزاف من داك الماسك. دونك جو تابوت بهذا
فوالا. والاحسن ان تكون البشره ديجا درتو ليها واحد القماش ابري نشارك معكم لا روتين ديالي شي قماش اللي مزيان يحيد لينا الخلايا الميتة باش هكا البشره كتستافد لو ماكسيموم. وغالبا اللي ما عندهاش مشكله اللي تكون مثلا غدا الحمام دير هذا الماسك هذا في الحمام ودير معها حتى ديروا حتى هاد لا بارتي ديال العنق والصدر حتى هي مزيان ليها هاد المسائل هادي. فوالا 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 نشوفوا لكم. دونك دابا غنبداو لابليكاسيون ديال الماسك. نسيت ما قلت لكم هادشي ماشي تطحنوا الخيار وتخليوه يبقى مودع تجيو تخدموا هادشي. علاش؟ لان الخيار غادي يتوكسيدا وشي ما درناه. فوالا هنا اش كندير؟ كنولي بحال كندخل ديك لا ماتيير وهنا فين كيجي كتكون مزيانه ديك القضيه ديال كطلعوا لو بلون اون نيج باش كيلصق لكم على الوجه ما كيبقاش كيتحب يهبط بحال هكايا. فوالا عسيرا سي فريمون رافريشيسون. ولكن حيت دايرين فيه الحامض بعدو شويه على عينيكم ما ديروش حتى عينيكم معاه. اللي عندها هذوك لي تيسيو ديال مينيسو اللي تيديروا بهم لي ماسك راه تيكون واحد لا كونتيتي كبيره هذوك حتى هما يسون تري بيان. وبعدو من الفوق ديال عينيكم ما تكثروش بزاف باش ما يهبطش ليكم على العين يحرقها. الا جاكم الفيل ما بزاف صفيو شويه هكا باش لا ماتيير كتبداو كديروا بحال هكايا. صافي غنخليه واحد نص ساعه بالماء نشف واحد شويه اي جو ريفيان. توت فاصون راه كاع هذاك العصاره ديالو راه دخلات في هذا دخلات في شعري في عينيا. المهم كيف ما قلت لكم حاولوا تنشفوه يعني تحيدوا منه داك الماء اللي زايد بزاف عاد بداو ديروا هذه المنطقه اللي فوق الجبهه باش ما يهبطش لكم على عينيكم. حافظ هادشي غنبقاو فيه 15 حتى ل 20 دقيقه ابري غادي نغسلوه. دونك هو هذا الماسك شوفوا صافي غنخليه نص ساعه هكاك. الوغ الدور ديال هاد الماسك هذا تيبان اون فوا تيبدا ينشف على تقريبا واحد 7 دقائق 5 دقائق ما كيبقاش كاع كيتحرك في الوجه كيف ما كيبقاش كيديرونجي كيف في الاول فاش يلا كنت كنابليكي فيه. والصراحه خص بالنسبه اللي غادي ديروا تحاول شويه تنشف داك الخيار من الماء تخلي فيه غير واحد لا كونتيتي صغيره باش هكا يتخلط ويولي لا فورم ديالو حسن في لابليكاسيون سهل. داكوغ هادي حاجه. ثاني حاجه الفوائد ديال هاد الماسك هذا متعدده من غير داك لو كوتي رافريشيسون. الهدف ديالنا هو اننا نديرو لا بريباراسيون ديال البشره الدهنيه باش ما كيبقاش عندها هذاك ما كتبانش مزيت يعني كاين تينقص من الافراز ديال السيبون يعني كنحسوا بان تعطانا واحد لي في مات تعطانا واحد لي في مات في البشره ديالنا. وهكا ديك اللي كيضل وجهها مزيت الصيف كامل كتنقص شويه يعني هاد لي ماسك هادو ديال البشره الدهنيه تيحسنوا من المظهر ديال البشره ديالنا ملي تنعرقوا ولا تنخرجوا ولا تندوزوا النهار ديالنا سكيفي تيبقى لي في ديالو زويون سيمانه تقريبا كامله. غير هو الاجدر ان الناس اللي عندهم بشره حساسه ما يديروهش اكثر من مره في السيمانه. فوالا دونك غادي نخليه ينشف تكون نعطيكم الطباع ديالي الاخر. شي خاص وصبا انتما كيفاش كيجي كيفاش كيجي. الو هاد الماسك هذا صراحه فيه شويه ديال الخدمه ولكن تيقوني الي جوست مانيفيك مانيفيك سانسيرمون. غنهضروا دابا على النتيجه ديالو تري رافريشيسون. لي برودوي ازياتيك معروفين عندهم واحد الفاعليه قصوى بالنسبه للبشره وكيف ما كان نوعها عندهم دي برودوي واعرين. وانا قلبت تعيد في لي بليزيور مارك اللي معروفين كوريا ولقيت بان المكونات ديالهم اغلبيه الوقت تتكون فيها البيض ديال البيض. تيقوني هاد الماسك هذا عنده واحد لي في ليفتون
لواحد الانتعاش ما نقدرش نوصفه لكم، انا كنت كنهضر عليه ولكن دابا وليت حاسه اكثر. شنو اخر مازال ممكن نقول لكم؟ يعني كتحسوا بان هذيك ديك السوميه اللي كاينه في البشره فريمون تحيدات وتحيدات من العمق، وما تنساوش بان البيض ديال البيض راه كيفلوتي لي بور، راه ما كاين حتى شي حاجه كتحيد لي بور، ولكن الحاجه اللي كاينه هي اننا كنحسنوا من المظهر ديالهم باش ما يبقاوش يبانوا بحال شي بيير صغيورين كاينين عندنا في البشره، سورتو ان البشره الدهنيه معروفه بهم. سانسيرمون سي تري رافريشيسون، كنصحكم مليون في المية بهذا الماسك هذا. انا جو فاليد 36000% هذا الماسك هذا، فيه شويه ديال التماره. كنصحكم مره اخرى انكم تنشفوا شويه الخيار باش غيبقى فيه الفائده ديالو، ولكن ما غاديش تلونوا ملي كتكونوا كتقادوا فيه. البيض ديال البيض الفو تري بيان لو مونتي اون نيج باش كتستافدوا منه، لانه كيخلي لا تيكستور زوينه. وبالنسبه للحامض حاولوا ما امكن كيف ما قلت لكم تخدموا بهذا الحامض اللي صغيور صغيور ومطيور. غنقول لكم بسلامه عليكم، ما تنساوش تابوناو اللي باقي ما دخلش في لاشين، اللي ما عندوش مع الطبخ يدوز ديريكتومون داكشي اللي عنده علاقه بلي اون فادير بالوصفات ولا بلي ماسك، باسكو جو في بوستي ان ماسك شاك سيمين ان شاء الله. هذا ما عندي لكم، ما تنساوش لايك كومونتير، واللي عنده شي نصيحه ولا شي تعقيب او اي حاجه مرحبا بالنصائح ديالكم في الاطار المعقول بيان سور. جو فو دي ا تري بيانتو، بسلام عليكم.